بزاف الناس غالطين كيصحبوا بان المسافه الفاصله ما بين المغرب وما بين الجزائر هي 6 او 7 ديال الكيلومترات، اور راه ما كايناش 6 ولا 7 ديال الكيلومترات، يعني ديك المنطقه العازله ما بين الحدود ديال المغرب وما بين الجزائر، لا، المسافه اللي كتفرق ما بيننا كمغاربه وما بين العدو الجزائري راه هي واحد 14 ولا 16 قرن. علاش؟ حيت اللي رجعنا للعمليه الامنيه التي قامت بها القوات المسلحه الملكيه يوم 13 نوفمبر 2020 اثناء تطهير معبر القرقالات من العصابه ديال البوليزاريو، يعني من ذاك النهار اليوم يندر ان يمر يوم دون ان تقوم وكاله الانباء العسكريه الجزائريه بنفث السموم ضد المغرب ونشر اخبار كاذبه وملفقه ومخترقه. يعني اليوم وصلنا ل 285 بلاغ عسكري اللي نشرته وكاله الانباء العسكريه الجزائريه لما يسمى بين قوسين جيش الشعب الصحراوي ضد المغرب. مره حنا هجمنا على تيفاريتي، مره هجمنا على السمارة، مره هجمنا على الحوجه، مره هجمنا على المحبس، مره هجمنا على كليبه الفوله، مره هجمنا على تيشلا الى اخره. والحال ان هاد المعارك او هاد الحروب اللي كتنشرها يعني القياده العسكريه الجزائريه او البوليزاريو يعني لا توجد الا في الهضاب ديال الفيسبوك ولا في التلال ديال تويتر. ولما قلنا بانه المسافه اللي كتفصل بيننا وبين العدو الجزائري هي 18 قرن و16 قرن، لم نقل ذلك من باب يعني الترف، بل بالعكس تعزز المعطيات الدامغه، لان العقل الكوني اخترع ما يسمى بالاقمار الاصطناعيه، وكنعرفوا بان الاقمار الاصطناعيه تصور يعني ادق التفاصيل على مستوى الارض، لدرجه ان النمل الذي يدب في الارض ممكن الاقمار الاصطناعيه ان تلتقط صوره، وما حدث ان شي قمر اصطناعي صور لنا شي معركه من هذه المعارك التي خاضتها الجزائر او الملحقه ديالها البوليزاريو ضد المغرب. هذه الاولى. الثانيه، تنسات الطغمه العسكريه الجزائريه ان المغرب فيه ما يسمى بالقوات ديال المينورسو اللي تابعه للامم المتحده، والمهمه الوحيده والوحيده لهذا المينورسو هي ان تجوب الحدود المغربيه الجزائريه صباح مساء للوقوف ورصد هل هناك واحد العمليه ديال اطلاق النار او تبادل يعني النار ما بين المغرب وما بين الجزائر وما بين البوليزاريو. ثالثا، نسات الطغمه العسكريه الجزائريه ان المغرب فيه 83 سفاره، اي 83 سفير معتمد، وكنعرفوا بان السفير اي سفير المهمه ديالو يطلق الودنين ديالو يعرف ما يجري في ذاك البلد الذي هو معتمد فيه. وما حدث اننا سمعنا شي سفير لشي دوله على شانها او قل شانها قال بان هناك يعني حرب او اعتداء ديال القوات العسكريه او ديال البوليزاريو على المواقع العسكريه المغربيه. رابعا، نسيت الطغمة العسكرية الجزائرية أن المغرب فيه 83 ملحق عسكري أجنبي معتمد في المغرب، وما سمعنا أن هذه الملاحق العسكرية ديال الدول بمختلف جنسيتها أنه سجل شي بين قوسين هذه الحروب الوهمية اللي كتبتها وكالة الأنباء العسكرية الجزائرية. خامسا، الطغمة العسكرية الجزائرية تناست أن المغرب اعتمد فيه يعني 91 صحفي أجنبي معتمد في المغرب يمثلون 22 جنسية، وهاد 91 صحفي عندهم بطاقة الصحافة وعندهم بطاقة ديال التصوير في جيبهم، لهم الحق الكامل في أن يصوروا كل ما يجري في المغرب من طنجة إلى القويرة، ويبثونه على الأقمار الصناعية على الموقع وعلى اللحظة وعلى المقعد في حينه بدون رقابة وبدون تدخل من أي كان. وما سمعنا أن شي جريدة من هذه الجرائد أو هذه المواقع الإخبارية والتلفازات والإذاعات المعتمدة في المغرب أن الصحفيين ديالها سجلوا هذه الحروب الوهمية التي تختلقها القيادة العسكرية الجزائرية يودي البوليزاريو.